ساعات كده كده يعني اخواتي الستات عارفين، لما اجي اشيل جردل ميه بكون مثلا عايز امسح البلكونه ولا حاجه، انا بشرف بيتنا بنفسي يعني، اقسم بالله يعني ببقى ماليه مثلا ايه نصه كده او بتاع، في سني ده ايدي بتخدل وفعلا بتعب. فلما اشوف المشهد ده جراكن بال 15 وال 20 لتر وام فاضله يمكن اكبر مني سنا وشايلاه، او ست من سني وانا عارفه قد ايه مجهود ان الست تشيل، وهي بتشيل احمال وبتشيل كل ده وبتمشي مسافات طولها قد ايه عشان تسقي عيالها ولا تعمل لهم لقمه ولا بتاع، وجوزها مش موجود اكيد في شغله. قلبي بيوجعني. الناس دي محتاجه ميه. اولا ربنا يمتع الجميع بالصحه والعافيه يا رب، وما يحوج حد في حد في الدنيا ابدا يا رب يا رب. تعال الاول نتكلم مع الناس ونقول لهم ان مؤسسه نبض الحياه ليها حملات كتيره جدا، حمله ستره وحمله دفى وحمله حملات كتيره جدا في اوجه الخير. الحمله دي اسمها حمله سقي الماء في الاماكن الاكثر احتياجا، وتحتها اربع بنود: بند وصلات ميه، بند محطات تنقيه وتحليه الميه، بند ابار ارتوازيه زي اللي احنا شفناها في التقرير، بند الابار لتجميع مياه الامطار. جميل جميل. تعال بقى نخش على موقع بند الابار الارتوازيه اللي هي بتكون في بني سويف والفيوم وفي اطفيح في اخر مركز في الجيزه. الناس دول ما بيكونش عنده في الشارع اصلا وصله ميه، يعني لو في اصلا مصدر رئيسي هيوفر عليا واعمل لي الوصله، لكن احيانا الشارع كله ما يكونش فيه مصدر رئيسي، فبضطر ان انا احل المشكله ببير ارتوازي مع فلاتر بتنقي وعلى عمق معين. المهم ان هو بيوصل له ميه نظيفه يشرب ويستخدمها كاستخدام شخصي لشارع باكمله. الحمد لله بتتحل المشكله. ده امر مهم جدا، لكن تعالي في نقطه ثانيه الا وهي موضوع الثقه والمصداقيه، ودي اللي المؤسسه بتدعو ليه على طول. لما حضرتك بتشوفي شكل الابار بيكون البير عليه رخامه رخامه، الرخامه مكتوب عليها اسم المساهم او المشارك والسيريال نمبر بتاع البير، ومؤسسه نبض الحياه ما بتكتفيش بان البير ده بتاع فلان الفلاني، لا بتنزل بنفسها بكامل الطاقم الفنيين والاداريين والمصورين والمهندسين والدعاء كمان بيروحوا يشوفوا بير 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 بير. بقول لحضرتك بير بير، ما فيش حاجه اسمها خلاص اخر ثلاث ابار خلاص هنمشي، لا لا لا, لا ابدا مش الكلام ده. ليه؟ لان ممكن بير يكون فيه حاجه غلط بنرفض نستلمه، وحصلت معانا في الرحله الماضيه في مركز سموسطة في بني سويف. حصل ايه؟ كان في بير الحنفيات قريبه من الحوض، فطبعا ما كان الناس ما بتعرفش تحط جيركن ولا حاجه تحت، رفضنا استلامه. لازم استلمه بالمعايير اللي انت كاتبها لي في الشروط بالالف. ليه؟ لان امانه المساهم او المشارك لما بيقول لي اعمل لي كذا انا بيني وبين ربنا هسال عليه، فلازم أنا اعملها صح. رقم اثنين في موضوع الثقه والمصداقيه انا بشوفها بعيني وبقول له خلاص. رقم ثلاثه ان الناس بيتكلموا كلمه عند البير ده وبيشكروا الراجل اللي هو عمل لهم، وان كان هم ما يعرفوش او هو ما يعرفهمش، لكن الفيديو ده بيتعمل ويتبعت للي ساهم مشارك، ويتبعت له اللوكيشن بتاع المكان، وبتقول له تعالى ولو ما قدرتش تيجي معاك اللوكيشن بتاع ايه؟ البير. تروحوا في اي وقت. اي وقت، واحنا رايحين نفتتح بنقول للناس تعالوا. ليه الكلام ده كله؟ لان انا عارف ان انت بدام بتمشي في حاجه الناس اكيد الناس هتقول عليك كلام، يعني الناس لا تترك انسان ناجح في الحياه. تعالي هقول لحضرتك عضو مجلس الشعب على سبيل المثال قاعد بيخدم في البلد وبيعمل وما بياكلش ما بيقعدش مع اهل بيته و24 شغال وبيخدم في الناس، هل الناس بالله عليك هتتركه في حاله؟ وان لا كان تقول لك ده ممكن يكون بيخدم عشان المره الجايه ننتخبه. ايوه مثلا هتلاقي كلام بيسمع كتير جدا، وان اثنى عليه هيثنى عليه 80% 90% 95 99 هتلاقي واحد يطلع من النص ويقول الكلام. فدي سنة الحياة، دي سنة الحياة، ودايما كل واحد بيسعى في خدمة الناس بيجد من يتهمه بالتهمات. لذلك مؤسسة نبض الحياة تقف على أرض صلبة وتقول كل اللي عملناه تعالى شوف بنعمل بنوثق بنعمل رخام بنعمل بنسوي، وانت كمان جاي بتدفع فلوس. طبعا هقول لحضرتك حاجة، اللي بيساهم عن طريق بنك او مكتب بريد الرقابه الاداريه شايفه اللي داخل واللي خارج طبعا، واللي جاي يساهم او يشارك عن طريق ايصال، الايصال عليه ختم المؤسسه ولم نكتفي بذلك، عليه كذلك ختم وزاره التضامن الاجتماعي.
هي دي مزارة التضامن الاجتماعي بنت عمي؟ لا ده جهة مهمة ومسؤولة وجهة قوية بس وجهة حضرتك تمام. بتعمل تحت مظلتها ولو في أي خطأ بس مش هتتساب كده المسألة بس. مش بال أيوة. مش بالهوى يعني طبعا. لا ده مسألة بمستند طبعا. بورقة وقلم بأرقام ومعانا كمان أعتقد مؤسسة نبض الحياة تصريح جمال مال طبعا. كل ده مهم جدا 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 في توثيق عملك. ليه؟ لان انا عارف بكره هوصل لمرحله معينه فهتلاقي الكلام هيتقال، لكن ما دام انت لسه صغير تحت بئر السلم ما حدش هيبص لك ولا حد هيقول لك حاجه. رقم والحقيقه ثلاثة. كمان النجاح اللي حققته مؤسسه نبض الحياه في مجال الخير يعني ايه شايفينه رؤى العين. ايوه دي النقطه الاخيره اللي كنت هكلم حضرتك فيها. بالله عليك لما تشوفي في وقف النخيل 1000 فدان اتزرعوا في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق، لما تلاقي اكثر من 4000 وصله في فتره لا تساوي سنتين، لما تلاقي اكثر من 1000 بير ارتوازي اتعملوا. وال1000 فدان على فكره نعم. اللي حابب يروح يشوف بعينه هاي. انهم مزروعين بالكامل نعم. اكثر من 65000 نخله، يعني كل حد تبرع نخلته هناك عليها اسمه الحمد لله. فدي موجوده مش مجرد ان ايه ان محاوطين كده 300 400 متر ومنطورين فيهم كام نخله وايه ده احنا بالكاميرا الدرون اللي هي الكاميرا اللي بتيجي من فوق زي الطياره كده فاتحه وشايفه كل المكان وكل الألف فدان